دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود روح بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني أعتقد الوضع في القطاع من يعني مأساوي بمكان، كيف ترى دور القاهرة في هذا الأمر، خاصة القمة التي دعت إليها القاهرة، قمة القاهرة للسلام؟ أمام هذه المأساة التي نعيشها جميعا، أمام حرب الإبادة التي نتعرض لها، وأمام المؤامرة التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن، نعم، بالتأكيد على حساب الشعب الفلسطيني، تأكيد لابد من التحرك، لابد من بذل كل الجهود، نعم، وطرق كل الأبواب وسلوك كل السبل من أجل أولا فضح هذه المؤامرة، وثانيا العمل على وقف هذا العدوان كأولوية أولى. نعم. نحن أول ما نفكر به هو حقن الدماء وإنقاذ الضحايا، إنقاذ المدنيين، إنقاذ المواطنين الفلسطينيين من ويلات هذا العدوان الهمجي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. نعم. الأمر الثاني هو ألو أنا أسمعك دكتور محمود. أيوة. تفضل كمل دكتور محمود. تفضل. يعني نسمعك بوضوح، تكمل يا دكتور. الحمد لله حبيبي، الله يبارك فيك. اي نعم انت يا دكتور محمود، حضرتك معانا على الهواء. تفضل. مباشره كنت تتحدث يعني عن اهميه فتح الانتهاكات الإسرائيلية وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية، حقنا لدماء الفلسطينيين. كمل دكتور محمود. لا أدري إن كان دكتور محمود يعني معنا على الهواء مباشرة. دكتور محمود العباش مستشار الرئيس الفلسطيني، كنا نتحدث عن القمة، قمة القاهرة للسلام المزمع عقدها يوم السبت المقبل بدعوة من سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث يعني عن أهمية إيقاف العدوان الإسرائيلي، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وأيضا على الضفة الغربية. الانتهاكات الإسرائيلية يعني تطال كل مكان، لا تفرق ما بين مدني أو عسكري، لا تفرق ما بين مسلح أو طفل أو امرأة أو شيخ كبير، هي انتهاكات مستمرة ضد الأعراف، ضد المواثيق، ضد القانون الدولي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد يعني حذر مرارا وتكرارا من مغبة هذا الأمر. دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني منضما إلينا مجددا. دكتور محمود، يعني كنت تتحدث عن أهمية فتح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على القطاع وقطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وكنت تتحدث عن أهمية إيقاف الدماء الفلسطينية. أسمعك دكتور. نعم بالتأكيد. المسألة الثانية التي كنت أود أن أتحدث أو أشير إليها، نعم، هي وجوب فتح كل الممرات الضرورية لإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى المواطنين المحاصرين تحت النار في قطاع غزة، نعم، من ماء وغذاء ودواء وكهرباء ووقود. تمنع إسرائيل دخول أي شيء منذ أكثر من 10 أيام، نعم، منذ بدء العدوان أو منذ أسبوعين تقريبا. نعم. الأمر الثالث الذي يجب أن يتم التأكيد عليه، وأظن أن قمة القاهرة والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين سيركز عليه، وبالتأكيد هذا محل إجماع عربي ومحل وفاق فلسطيني مصري أردني، نعم، هو وجوب الذهاب إلى حل المشكلة الأساس وهي الاحتلال، لأنه مع وجود الاحتلال سنظل نخرج من دوامة عنف لدوامة عنف أخرى، ومن حلقة صحيح. صراع إلى حلقة صراع أخرى. صحيح. الأساس هو إنهاء الاحتلال. إذا كانوا يريدون سلاما
وأمنا وتهدئة واستقرارا للجميع فعليهم أن ينزعوا فتيل غياب الاستقرار وفتيل التوتر الذي هو الاحتلال الإسرائيلي. مع وجود الاحتلال لن يكون هناك سلام ولن يكون هناك أمن، وسنظل نعيش في هذه الدوامة المفرغة من الصراع ومن العنف والعنف المضاد. نعم دكتور يا محمود، أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن يتم استهداف المشكلة من جذورها من أساسها، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما لو وصل بقمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل. ما هي الأدوات، ما هي أوراق الضغط إذا ما جاز لنا التعبير من قبل الإدارة الفلسطينية لإحداث يعني حلحلة في الوضع، مع الأخذ في الاعتبار أنه ما قبل يوم 7 من أكتوبر 2023 بالتأكيد لن يكون ما بعد هذا التاريخ؟ سيدي، نحن دائما نعلن، والرئيس محمود عباس دائما يعلن ويؤكد على تمسكنا بالشرعية الدولية. نعم. تمسكنا بالقانون الدولي، تمسكنا بالاتفاقات الموقعة. نعم. رغم أن كل هذه الأشياء في الواقع مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، هي مجحفة لأنه هي لا تعطينا كل حقوقنا. نعم. لكن على الأقل في سبيل الوصول إلى تسوية، في سبيل وضع حد لهذا الصراع الدموي، نحن قبلنا بالشرعية الدولية وقبلنا بالقانون الدولي وقبلنا بالاتفاق مع إسرائيل. منظمة التحرير أظلمت عام 93 اتفاق مع إسرائيل واتفاق روسيا. كل هذه الأشياء داستها إسرائيل تحت أقدامها وتحت جنازير دباباتها وقتلتها لأنها لا تريد السلام. نعم. إذا كان المجتمع الدولي الذي هو الضامن والراعي لهذه الاتفاقات ولهذا القانون الدولي وللشرعية الدولية، نعم، لا يريد أن يتدخل بشكل جدي لتنفيذ قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، فمعنى ذلك أن المجتمع الدولي يساهم في دفع الأمور إلى الخروج عن السيطرة. نعم. وعندما تخرج الأمور عن السيطرة لن يظل، سجل علي، لن يظل أحد بمنأى عن التأثر. الجميع سيتأثر، حتى البعيد سوف يتأثر. يريدون سلاما للجميع، عليهم أن ينهوا الاحتلال. نعم. بدون حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، حقه في تقرير المصير، حقه في الدولة، حقه في الاستقلال، حقه في الانعتاق من الاحتلال، نعم، ما راح يكون فيه لا أمن ولا سلام ولا استقرار. نعم. هي يعني عبارات واضحة، رسالة واضحة لإسرائيل، لمن يقف وراء إسرائيل، للمجتمع الدولي. يعني كما تفضلتم وقلتم أن الأمر لن ينحصر في النطاق الجغرافي لإسرائيل. سؤالي هنا، ما هي يعني إذا ما أقررنا بالوضع كما ذكرتموه من قبل المجتمع الدولي، من قبل الانتهاكات الإسرائيلية، من قبل الخروقات الإسرائيلية لكل القرارات وكل الأعراف والمواثيق الدولية، بالتأكيد الإدارة الفلسطينية لن تأتي إلى قمة السلام أو قمة القاهرة للسلام المزمع عقدها يوم السبت من غير خطة بديلة أو بلان بي. نحن بالتوافق والتطابق في المواقف مع أشقائنا العرب، نعم، وبالذات مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، نعم، وأيضا قطر، بدون هذا التوافق، نعم، ومع باقي أشقائنا العرب حتى مع أصدقائنا في العالم، نعم، إنه إحنا أساس تحركنا هو التمسك بالشريعة الدولية والتمسك بقواعد القانون الدولي اللي أقرت حل الدولتين، نعم، اللي أقرت إنهاء الاحتلال. هذه هي خطتنا، ليس لدينا خطة أخرى. إذا كان العالم قد أدار ظهره أو يريد أن يدير ظهره لهذه الخطة ولهذه الرؤية، لرؤية حل دولتين وتسوية سياسية تنهي الاحتلال، إذا كان العالم يريد أن يدير ظهره لذلك، فمعنى ذلك أن العالم يريد إدخال المنطقة برمتها في دوامة غير متناهية من العنف. نعم. حينها
الأمور ستخرج عن السيطرة، لن يظل أي مكان لا لدعوات سلام ولا لدعوات إقرار ولا لشرعية دولية ولا غيره. حين تخرج الأمور على السيطرة عن السيطرة يصمت صوت العقل ويحل هناك أصوات أخرى. هل يريد العالم هذا؟ إذا كان لا يريد هذا، طبعا الجواب أنهم لا يريدون. طيب حسن، إذا كنتم لا تريدون هذا، فضلوا طبقوا الشرعية الدولية، فضلوا إنه الاحتلال اللي بعد 75 سنة من المعاناة الفلسطينية لا يزال الاحتلال موجودا، ماذا تريدون أكثر؟ المطلوب إنهاء الاحتلال حتى نستطيع أن نقول أننا نسير في طريق السلام. نعم، يعني نتمنى أن يتم وضع كلمة النهاية للاحتلال الإسرائيلي، نتمنى أن يتم وضع كلمة النهاية لكل الدماء الفلسطينية الطاهرة التي تزهق في القطاع وفي الضفة الغربية. دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التعليقات، أشكرك شكرا جزيلا.